الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه على دكتور احمد ابو النصر. دكتور احمد ابو النصر ما هي مؤهلاته؟ بيشتغل في الاعشاب، بيشتغل في النباتات الطبيه، بيعالج جميع الامراض بالنباتات الطبيه. هل احمد ابو النصر صادق ام كاذب؟ دكتور احمد ابو النصر بيطلع في كل قنوات التلفزيون، جميع قنوات التلفزيون بيطلع فيها يكاد ينزل من الحنفيه، بيدعي انه بيعالج امراض الطب. مين هو احمد ابو النصر؟ وهل النباتات الطبية دي ليها أساس علمي ولا ملهاش أساس علمي؟ وهل العلاجات بتاعته لها فايدة ولا ملهاش فايدة؟ وليه هو منتشر بالكثرة ديت؟ والوجهة القانونية، وهل الموضوع اللي هو بيعمله قانوني ولا مش قانوني؟ وليه متساب بيعمل كده وبيعمل في الناس كده؟ أحمد أبو النصر خريج كلية صيدلة جامعة المنصورة، ده أول نقطة. يعني الصيدلة لهم كامل الاحترام والتقدير، والصيدلي وظيفته الأساسية هي تصنيع وبيع الدواء، دي وظيفة الصيدلي. فإنه يشتغل طبيب ده لا يحق له قانونيا. أحمد أبو النصر بيشتغل طبيب، يعني بيشتغل طبيب يعني بيروح له ناس عندهم أمراض معينة، يشخص المرض ويوصف العلاج المناسب. فده جريمة وده شغل غير قانوني، إنه يشخص أمراض أو يكتب أدوية. فهو بيروح للناس تشخص امراض. من المختص بتشخيص الامراض؟ الطبيب. الطبيب في تخصصه هو ده اللي بيشخص المرض. انما واحد صيدلي يشخص المرض ويوصف العلاج، هذه ليست وظيفه الصيدلي. فهو خريج كليه صيدله، فتح مركز لعلاج الامراض بمحافظه المنصوره او مدينه المنصوره، محافظه الدقهليه، من كذا سنه. اتقبض عليه في 2016 هو واحد اخر او حد اخر ابن عضو مجلس نواب ساعتها، وخرجوا منها زي الشعره من العجين. واحنا عارفين ان حضراتكم ممكن اي واحد يعمل جريمه ويطلع منها بحاجه اسمها خطا في الاجراءات. السيد احمد ابو النصر بيحمي نفسه بطرق متعدده. اول حاجه هو بيعمل ورق مجهل. يعني ايه ورق مجهل؟ يعني لما بيكتب ورقه او بيدي للمريض ورقه بيكتبش على اسمه، فديت قانونيا ما فيهاش مشكله. لو اداك علاج او اداك اعشاب او اداك حاجات سببت لك مصيبه ومت منها، ما عندكش اي اثبات قانوني على الراجل ده ان اداك حاجه. فلذلك هو طلع منها، اتمسك ساعتها وطلع منها، لانه عارف هو بيعمل ايه. هو ليه مستشارين قانونيين وعارف هو بيشتغل ازاي وازاي بيحمي نفسه من المساله القانونيه. اتمسك في 2016 وطلع منها وقفل في المنصوره وساب المنصوره تماما اللي هي مدينته، وراح فتح في اماكن كتيره جدا في مختلف المحافظات، شويه بيفتح في الدقي، شويه في اسوان، شويه في اسيوط، شويه في الاسكندريه، كل مدينه فاتح فيها. وبيطلع في قنوات التلفزيون يقول للناس انا بعالج كل الامراض بالاعشاب وبالنباتات الطبيه. الدكاتره بيدوكوا كيميائيات او كيماويات بتبوظ لكم الكبد والكلى، وانا بعالجكم بالطبيعه. الانسان بطبيعته هيقول لك ده واحد هيخففني من المرض تماما، انا عندي الروماتويد وهروح للدكتور احمد ابو النصر المرض اللي عندي او الروماتويد اللي عندي هيخف تماما. فيروح للسيد احمد ابو النصر عشان يخف من الروماتويد تماما. انا كمريض طبيب روماتيزم بقول له لا، ده المرض اللي عندك ده مرض مزمن وعلاجه مدى الحياه. انا ما اقدرش اضحك على المريض واقول له ان انا هديك علاج يخفف المرض تماما، او عندك ضغط او عندك سكر والمرض هيخف تماما لما اديك العلاج. فبروح لاحمد ابو النصر، احمد النصر بيعمل دعايه في التلفزيون انه يخففه من المرض تماما. فالمريض بيروح بيتعلق بقشايه عايز يخف من مرضه ومش عايز ياخد علاج. يقول لك الدكتور بيديني علاج كيماويات، بيديني كورتيزون، بيديني ادويه كيماويه. فبيتخيل ان الاعشاب او الحاجات الطبيعيه دي الراجل بيقول له اخف منها تماما. فبروح لاحمد ابو نصر بيديله كوكتيل البرطمانات او كوكتيل الاعشاب اللي هو مختلف، حاجات مختلفه تماما وحاجات كتيره جدا غير معروفه المصدر، وبيديها له ب 5000 ب 6000. عاده اسعار احمد ابو نصر بتتراوح بين 5000 و 10000 للمريض، ومئات والاف المرضى كل يوم بنفس النظام في مختلف المحافظات. يروح المريض ياخد الحاجات ديت وممكن تحصل له مصايب منها، وطبعا بيجي لنا في الاخر بعد ما يا اما خسر فلوسه وما عادش معاه فلوس يصرفها، او جالنا بعد ما حصلت له مصيبه من الحاجات اللي اخدها عند احمد ابو النصر وجي لنا متشال ومتكسح وحصل له مصايب كتيره جدا، ويجي لنا وفي الاخر نرجع نعالجه من جديد تاني بعد ما يكون اتخرب بيته ماديا وصحيا. لو ماديا مش مشكله، الفلوس بتروح وتيجي، ولكن صحيا انت ممكن تحصل لك مصيبه في مرضك
وتحصل لك مشاكل كتيرة جدا بسبب ان انت بتاخد حاجات غير معروفة المصدر. هو هات لي، انا اتحدى الناس اللي بتروح له يكتب لنا على العلبة بتاعته جاية منين وترخيص منين. هو بيكتب على ترخيص وزارة الصحة، ترخيص وزارة الصحة هو مرخص محل اعشاب، هل الترخيص ده صح ولا لا؟ اي حد يقول اي حاجة او يبحث، طالما مالكش تليفون موجود ولا عنوان موجود ولا اي حاجة موجودة على العبوة، يعني هاتوا اي علبة دواء حضرتك، شوف اي علبة دواء انت شاريها من الصيدلية من عندك، هتلاقي عنوان الشركة، تليفون الشركة، وتخريج الصلاحية، ومدة الصلاحية، وفاكس، كل حاجة موجودة، وجوه في نشر الدواء مكتوب فيها التفاعلات الدوائية، يستخدم امتى، الآثار الجانبية، امتى ما استخدمتش الدواء ده. كل دي حاجات مش موجودة على عبوات أحمد أبو النصر. فأنت كمريض فكر بدماغك كده، فكر بمخك، ليه الراجل ما بيكتبش الحاجات ديت؟ ليه ما بيكتبش عنوانه؟ ليه ما بيكتبش تليفونه؟ ليه ما بيكتبش اسمه على الورق بتاعه؟ يعني الطبيب المفروض اللي هو طبيب فعلا وبيعالج الامراض يكتب اسمه على المنتجات والحاجات بتاعته. ليه ما بيكتبش اسمه؟ ليه اسمه مش موجود؟ اسمه مش موجود عشان يحمي نفسه قانونيا، عشان ما حد يروح له لو ما اسمه مش موجود، انا مالي، انا ما اعرفش الراجل ده جاب الحاجات دي منين، انا ما اعرفوش. فهو بيحمي نفسه قانونيا بطرق كتيره جدا. احنا بنعمل الحمله دي على الراجل ده لان احنا بنحاول ننقذ الناس. للاسف قانونيا هو بيعرف يحمي نفسه كويس، قانونيا هو عارف هو بيعمل ايه، عنده ناس ماشيه معاه، مجموعه من البلطجيه والبودي جاردات اللي حاميينه في الاماكن بتاعته عشان ما الناس تحصل لها مشاكل، يروحوا هناك يلاقوا بلطجيه موجودين في الاماكن بتاعته بتحميه وبتحمي الناس اللي موجوده اللي هي بتلم الفلوس من البشر. احنا الحمله ديت غرضها تنوير الناس بالنصب اللي بيمارسه السيد ابو النصب في العلاج وفي الوهم اللي بيصدره للناس. وطبعا الناس بتسأل كتير جدا، طب التلفزيونات بتطلعوا ليه؟ معظم القنوات اللي موجوده على النايسات او على الدش دي قنوات بتبث من بره مصر، والقنوات همها المكسب المادي، هم بياخدوا فلوس من المعلن، فهو بيعلن قدامهم ملايين وهم همهم ياخدوا فلوس. ناس تانية بتسأل فين دور نقابة الأطباء؟ نقابة الأطباء ليست سلطة رقابة وليست سلطة ضبط واحضار وليست سلطه تطبيق قانون، نقابه الاطباء ترخيص للاطباء وحاجات زي كده. الدور ده هو دور العلاج الحر ودور وزاره الصحه المصريه. فالمفروض وزاره الصحه المصريه والعلاج الحر في جمهوريه مصر العربيه ياخدوا بالهم من حاجه زي كده ويبلغوا في المصايب اللي بيرتكبها الراجل ده. فنقابه الاطباء ليس لها دور، انا مش بدافع عنها، ولكن ليس لها دور في حاجه زي كده. نتمنى ان يحصل موقف مع الراجل ده، والراجل ده يتوقف عن ممارسة النصب والضحك على الناس وخداع الناس وسرقة اموال الناس. الاموال مش مشكلة، ولكن صحة الناس ما ينفعش نلعب بيها بواحد محتال، واحد دجال بيخدع الناس بالدجل والشعوذة والنصب في التلفزيون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.